والأمومة إلى وجه آخر، الحنان والعطاء، قيم قدرت السيدة السورية أنه توهب على محيطها فكانت الداعمة لكل مين احتاج عاطفتها. هيك جسدت ضيفتنا أمومتها وعاطفتها. أكيد سلمى كانت أم عم تمنح الدعم لذوي القدرات الخاصة ضمن الجمعية السورية لذوي الإعاقة الحركية. عن تجربتها الخاصة رح نحكي اليوم. بنرحب أيضا بإيفا عزي، مسؤولة من مشروع صنع يدي ناشطة بجمعية سورية لذوي الإعاقة الحركية فرع السويداء. وأيضا نرحب معك بسيدة قدرتها الرياضية العالية وإصرارها القوي قدرت تنال لقب بطلة الجمهورية العربية السورية للقوة البدنية العام الماضي طبعا، و حكاياتنا ما بتكمل إلا بوجودك رحاب العلي، مدربة وحكم قوة بدنية وبناء أجسام. أهلا وسهلا فيكم، كل عام وانتم بألف خير. وانت بألف خير. منرحب فيكم بسويدا، صخرة سوريا الأقوى والأجمل، وكل سنة وكل أمهاتنا بألف خير، ومنخص أمنا الكبيرة سوريا وأمي وحماتي أكيد كل سنة وهن سالمين وانتم بألف خير. أكيد يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. رح نبلش مع حضرتك إيفا، وخلينا نحكي أكثر عن المشاريع اللي قمتوا فيها. وبالأول مشروع صنع يدي. أول شيء بقول صباح الخير لكم، وعلى شكرا كثير على هذا اليوم الكثير حلو اللي هو يوم عيد الأم عيد الربيع. صباح الخير سوريتي. أنا عضو بالجمعية السورية للمعاقين جسديا فرع السويداء. هذه الجمعية اللي قدمت الدعم لكثير من الناس المحتاجين والمعاقين بشكل خاص. أنا مسؤولة عن مشروع صنع يدي. هذا المشروع بيتضمن كثير نشاطات بنقدم فيه للسيدات والصبايا اللي قاعدين ببيوتهم وعندهم إعاقات، يعني بنقدم لهم دعم، بنقدم لهم دورات تدريبية كالتعليم شغل السنارة وشغل الخرز، الأشياء التقليدية اللي بتقدر ست البيت تشتغلها بالبيت. وهذا المشروع طبعا نحن مش للاستفادة المادية منه بقدر ما هو لدعم للسيدة، دعم لنفسية السيدة، دعم مش دعم اقتصادي أكيد، بس أنه خليها تكون سيدة فعالة بالمجتمع، معنوي كمان. قادرة أن تكون تصرف على حالها، قادرة أن تكون أسرة ما تكون محتاجة لحدا بأي يوم من الأيام، وتكون فاعلة بالمجتمع. يعني هي تكون حاسة حالها أنه هي قادرة تعطي بالمجتمع، مش عالي على المجتمع ولا على أسرتها. رح ننتقل عند رحاب سلمى. يعني رحاب من أول ما أجيت تحت الهواء عم تعطينا طاقة وعم تحكي لنا عن عيلتها وولادها فكل عام وأنت بألف خير، والله يخلي لك هالعيلة الحلوة. يعني أنت اليوم امرأة نموذج لامرأة سورية قوية وشجاعة قدرت تحقق حلم لإلها، إن كان كأم وإن كان أيضا على أنه تكون ببناء الأجسام البدنية، وأيضا حكم ومدربة. يعني احكي لنا عن تجربتك، كيف كانت هيك فتي على هذا المجال؟ قلت الدعم الأول هن أهلك كان بالبداية، كوني وحيدة على أربع شباب، فأخواتي دللي. شباب أكيد أخواتي الشباب كانوا ميولهم لصالة الحديد مثل أي شاب، فلما كانوا يروحوا على صالة الحديد ويجي شوف تغيرات بعضلاته وبجسمه، فصار عندي دافع لشوف كيف يعني إنسان عادي يصير عنده يعني ترسميل وجسمه بالحديد. فطبعا بدعم من أهلي، كنا لعبة شوي هيك خاصة بالشباب شجعوني، وطبعا هذا نتيجة دورات صقل وتدريب وتأهيل، وحب لهي اللعبة حبيت أنه كفي فيها، والحمد لله يعني أنه في تشجيع كثير عالم حتى وصلت لهون. يعني مش لحالي، في أكيد. دعم الأهل، دعم جوزي اللي ما يعني اللي موفر لي الدعم المادي والمعنوي أكيد. وفي دعم قمة بالأخلاق اللي هن اللي بيتمتعوا فيها أصحاب الصلاة الرياضية والأخلاق الرياضية اللي بيتمتع فيها، بتهذب الأخلاق. فبدعوة من الكابتن إياد كنعان رئيس اللجنة الفنية بالسويداء بعد انقطاع دام ست سنوات طبعا بنتيجة الأمومة، إنه ما بقدر أترك البيت ومشان في عندي طفل صغيري وهيك، فبعد انقطاع ست سنوات دعاني لأرجع شارك معهم،
وكنت معهم يعني مع قمه بالرياضه، يعني انه اعلام من اعلام الرياضه عندنا بمحافظه السويداء، كابتن اياد كنعان، كابتن رواد الاعور، كابتن سمير مطر، كابتن مازن النجاد، هن كثار كلهم يعني اهلي وناسي. وصحيح انه انا عندي بيتي واسرتي وزوجي، فاسره القوه البدنيه وبناء الاجسام بالسويداء هن اسرتي الثانيه، والسيد رئيس تنفيذيه السويداء الاستاذ طارق العفيف اللي ما بنسى فضله، يعني على طول بيشجعني، على طول باي بطوله بيسالني وينك رحتي ما رحتي، يعني الحمد لله انه في حوالي عالم محبين والحمد لله. اكيد حكيتي يمكن كمان انك اول ما بلشتي تدريب بلشتي مع خلينا نقول اللاعبين المحترفين، مو لانه ما بدك تدربي مع ذوي القدرات الخارقه خلينا نسميهم، بس لانه حبيتي تثبتي انه كل شخص قادر انه فعلا يحقق شيء. خلينا نحكي عن هي التجربه، حضرتك بطله من ذوي القدرات الخاصه وشاركت مع الاصحاء وجبت نتيجه ببطوله السنه الماضيه. لا بالعكس، انه اللعب مع أصحاب القدرات الخارقة، لا لعبت معهم وجبت نتائج إن كان بألعاب القوة ولا بالقوة، وكنا كثير يعني أسرة كثير حلوة ومتفاهمة. بس بدعوة عم بقول لك من بعض العالم اللي آمنت بموهبتي واللي حستني قديش بحب هالرياضة وبحب أني أعطي، اتجهت للأصحاء يعني. ونحن ما في معاق وما في صحيح، يعني نحن المعوق بالاخير هو اللي ما بحب بلده، اللي مسك سلاح وحارب بلده بالعقل وليس بالفكر وليس بالجسد، اللي مسك سلاح ووقف بوجه اهل بلده، اللي خطف عسكري واقف على الحدود لمنه يحمي ارضنا وعرضنا، هذا المعاق. ما في معاق، نحن أسرة واحدة. وما بحياتي هي أول مرة بنحكي على كلمة إعاقة، إعاقة ما في، مش موجودة بحياتي، ما أنا موجودة بقاموسنا. لا 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 مو موجودة أكيد أبداً. ست إيفا، يعني اليوم بشكل تقليدي عم نحيي عيد الأم وعيد المعلم بشكل استثنائي. كنا عم نحكي خلال الحلقة وعم نوجه رسالة أن الأم بكل معانية هي عطاء، هي تضحية، هي صمود، هي وطن، هي انتماء. صحيح. كيف اختبرتي هي المشاعر، وخاصة أيضا أنت عم تقابلي كثير من السيدات يمكن اللي قدروا يتحدوا كثير مصاعب بحياتهم؟ صحيح. قدروا يعملوا شيء ويعملوا بصمة. الأم بدورها من لما ابتنى الكون، الأم كأنثى خلقت هاي الغريزة، خلقت معها الأم هي التي تنجب والأم التي تربي. فعنا كثير حالات أنه في أمهات بتربي وما بتكون أنجبت، وهذا هو العطاء الأكبر. فالأم اللي أنجبت وربت فهي إلى طبعا بترفع لها القبعة. نحن بنواجه كثير سيدات بالمجتمع حققوا كثير إنجازات عظيمة، يعني معنا نموذج الست رحاب العلي، سيدة بيت درجة أولى حققت نجاحات على مستوى الوطن فينا نقول، كمان ترفع لها القبعة السيدة رحاب. في عنا نماذج ثاني مثلا، نحن شجعنا كثير، شجعنا على الزواج، شجعنا الصبايا تطلع من بيتها. نحن مش أعداء للرجل، بالعكس نحن والرجل إيد وحدي. فنحن بالمجتمع عم نواجه كثير صعوبات، إنه الإمرأة المعاقة تتزوج من رجل سليم، أو رجل سليم يتزوج إمرأة معاقة، وبالعكس الثنائي هذا بالذات عم يعمل كثير، عاملين صدى. عنا أكثر من نموذج حققوا علم، يعني على مستوى المحافظة فينا نقول كانوا كثير متميزين، إن كان في تربية أطفالهم ولا فتحوا مشاريع وكانوا عم يصرفوا على حالهم. الحمد لله كنا موفقين. يعني اليوم عم نحكي عن نماذج كثير مهمة. خلينا نحكي عن الجمعية ودوركم. أكيد أنتم بترعوا سيدات وبترعوا ذوي الإعاقة الحركية. خلينا نحكي عن هي التجربة، قد ايه مهم اليوم نتوجه لهي الأم اللي ممكن يكون طفلة بيعاني من مشكلة وأنتم تساعدوها لحتى تتخطى هالمشكلة، أو حتى هي تكون من ذوي الإعاقة الحركية وتساعدوها لحتى تبني مشروع لحتى تبلش حياتها. كلامك صحيح. نحن عم نشجع بالدرجة الأولى، عم نشجع على الدراسة، فنحن عم نخلي الناس تطلع من بيتها، الأطفال يعني من المرحلة الابتدائية فالإعدادية فالثانوية، وعم نوصلهم لمرحلة الجامعة. والحمد لله يعني في ناس صارت على مستوى القطر. السيدات اللي حضرتك عم تحكي عنهم
في عندنا سيدي سلمى جريرة قدرت تطلع من الجمعية وتعمل مشروع لوحدها يعني، وتقعد تصرف على بيتها وأولادها. في عندنا سيدة إخلاص غريزي كمان طلعت كمان من الجمعية بدعم من الجمعية. جمعية عندنا نحن كل سنة في عندنا معرض مع مهرجان سنوي بتقيمه الجمعية السورية في بهو البلدية، ومشكورين ببهو البلدية بيقدموا لنا المكان. بيتضمن هاي المهرجان 15 يوم، في منه يوم ليوم المعاق، يوم الدعم النفسي، يوم الصحي، يوم الأدبي، يوم الشعر، يوم الطفل، كله هذا في له عندنا حساب. نعم. غير تأمين واليوم الرياضي وبنكرم فيه الأبطال الرياضيين كمان. حلو. غير إنه كمان عم نقدر نقدم لهم فرص عمل، عم نقدم فرص عمل طبعا لذوي الاحتياجات الخاصة وبأماكن تليق فيهم يعني. اللي حابة يعني لهلا ساتو حكيك عم بيدور هيك براسي نحن وقاعدين معك قبل الهوا، قلتي لما تكون عندك بطولة أو عندك مشاركة بمحافظة غير السويدة بتحسي حالك غبتي سنة لو يكون يوم أو ساعة، احكي لنا كيف هالتوازن صار عندك، كيف اختلفت حياتك بعد ما ارتبطتي، صار عندك أولاد، اختبرتي شعور الأمومة، التربية الرياضية هي أخلاق، كيف أثرت على تفكيرك، على تربيتك، على يمكن حياتك؟ هي بالمجمل كلكم تعرفوا أن الرياضة حياة والرياضة أخلاق، فأنت بس تسافري على محافظة لبطولة أو لتحكيم أو هيك، وخاصة إذا كنت أم بضل قلبك على طول في غصة أنه تاركي البنات، تاركي جوزك، يعني بتحسي انه في شيء ناقص يعني، ناقص بحياتك، انه وينه يعني، متعودي عليهم كل حياتك، كل عمرك معهم، ساعات نهارك الطويله بينهم، فبس تغيبي بتحسي بهالفراغ، فبيضل فكرك مش يعني فكري مشتت بين البيت وبين البطوله. بكون كثير حابه اني اطلع على البطوله وحابه اني اشوف وحابه انه مثلا اعمل شيء او انجز شيء، بس مجرد ما انه خلصت انتهت البطوله وقالوا خلص ستوب وطلعنا على بدنا نيجي على السويدة، بحس انه ردت لي الروح. بس وصل على البيت يعني كنت عم بحكي لك انه بغمر البنات يعني بيطلعوا لبرا بيلاقوا لي بيضموني هيك، مثل لما برجع حتى لو كان ساعتين، فبحس بفراغ مش طبيعي اذا غبت عنهم. وهي اكيد شعور اي ام يعني. الله يخلي لك ياهم يا رب. شعور يخلي لي اياك يا ام. يعني اليوم زينب كان معنا نماذج متعددة من سيدات سوريات. ست إيفا بدنا نتشكر وجودك معنا. قبل ما نختم بدنا كلمة من حضرتك اليوم لكل أم سورية قادرة أنها تبدأ وما توقف مهما كانت ظروفها، ترجع وتآمن بنفسها وبقوتها. بدي أقول كلمة، الإمرأة هي حاملة الأمومة منذ لحظة ولادتها، هي قلت لك. سلاما عليك أما حاضنة، سلاما على أمهات ربت ولم تنجب. ومن هذا المنبر كلماتي هذه للسيدة نور الصبط سنديانة الجبل اللي ربت أجيال، وفعلا السيدة نور ترفع لها القبعة، أعطتنا وربتنا وخرجت أجيال لمستقبل واعد وصاعد. بدي أقول كلمة اسمحوا لي فيها للأم، وبوجه لماما كمان تحية، ماما مش موجودة معنا واليوم كثير غصة بقلبي انه مش موجودة معي، هي مسافرة. نادتني الروح تفتحت عيوني على مرآها، درب القدر والصعاب دموع الإيمان سقاها، بحر الحنان وجداول الصبر أهداها، هو ربي بالأمومة أوصاها، رفيقة أحزاني وأفراحي يا ربي ارعاها. وبدي أقول كمان كلمة أخيرة انه للسيدات اللي في عندهم معاقين، انه ما تهملوا الأولاد، أولادكم المعاقين بأمس الحاجة لكم بأكثر من مرحلة، فتابعوا الجمعيات، تابعوا أطفالكم، لأنه في عنا نحن نموذج بالجمعية ست أم بشار رستم،
ابنها عنده حالة عصبية، حالة شلل دماغي يعني تقريبا، بس الأم كانت اشتغلت على ابنها، وإذا بتشوفي الصبي الشاب هذا هو بطل رياضي كمان، فما بتصدقي أنه هذا الإنسان رعته هاي السيدة وصلته لهذا المكان. أكيد. في كمان معنا أم عمر، نحن بدنا نوجه لهم كلهم تحية لدي الوقت ما فينا نحكي عن